المقاولاتية مش تخصص، وإنما هو تكوين خاص مكيف على حسب طلب الشباب. هذه اتفاقية درناها مع وزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة، حتى كل طالبي إنشاء مؤسسات مصغرة يكون لديهم تكوين خاص في المقاولاتية من أجل تفادي الأخطاء في التسيير المقاولاتي، بمعنى كيفية إنشاء مؤسسة، التسيير المالي، المقتصدية، التعامل مع البنوك، كيفية هذه التفاصيل مع الأسف كانت غايبة، ما كانوش يعرفوها كثير من الشباب اللي بدأوا في الماضي وداروا مؤسسات. أؤكد لكم أن مشروع البكالوريا المهنية هو مشروع مجتمع، في الحقيقة هو قيد الدراسة، لأننا نريد أن يكون مشروع ناجح، مشروع مجتمع، وهو قيد الدراسة، قيد العمل، وإن شاء الله لما يكون حاضر سنبشر به الجميع وستخصص له كل الإمكانيات، ولكن في الوقت الحالي هو قيد الدراسة.